صباح الهنا والرزق والسعادة وبداية أول الأسبوع، ودايما كده الواحد بيبقى عنده تفاؤل زي ما أنا بقول كل أسبوع، بس الحمد لله لما بنقول كده فعلا الأسبوع بيمشي بشكل حلو جدا، والدنيا كمان معانا وفي الأهل بتبقى كويسة جدا. ويمكن امبارح كانت برضو بداية مبشرة جدا لأسبوع والمستقبل والموسم والمواسم إن شاء الله تكون جيدة جدا مع الأهلي وبداية سواريتش معانا وبإذن الله خير. صباح الفل يا كيمو. صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم، وفعلا بإذن الله خير إن شاء الله. الفترة اللي جايه كلنا نسعد كجماهير ومحبين لهذا الكيان العظيم النادي الاهلي. يعني عندنا النهارده في حلقتنا الحقيقه كتير قوي من الموضوعات هنتكلم مع حضراتكم فيها متعلقه بالنادي الاهلي، متعلقه بماتش امبارح ولقاء الزمالك المقبل. عندنا يعني مدير فني جديد اكيد هنتكلم عنه، الى جانب طبعا كل الاخبار المتعلقه بالرياضات المختلفه. وبطبيعه الحال لازم هنقف وبكل فخر وبكل يعني ايه سعاده نتكلم عن انجازات بعثه مصر في طبعا وهران 2022، دوره الالعاب اللي الحقيقه عندنا فيها النهارده اخبار كلها احلى من بعض. بس على كل الاحوال كل ده هيكون في الجزء الاول من حلقتنا. الجزء الثاني كالعاده عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هينورنا من خلالها الدكتور محمود صالح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وتاني فقراتنا هتشرفنا من خلالها دكتوره دينا ابو السعود، وموضوع اكيد يهم كتير جدا من حضراتكم. بص يا كريم، احنا طبعا هنتكلم في كذا نقطة خاصة بالاهلي وكلام مهم جدا. عندنا طبعا الاهلي وباتروجيت، هذه المباراة اللي كانت بدايتها زي ما انا بتكلم حلوة قوي، يعني بداية خير. وشفنا امبارح كام لقطة هنتكلم عليهم برضو من كبر سواريش. هو سواريش بالمناسبة انه اول ما اسمه طرح لك هو سواريش ولا سواريتش ولا سواريش، هو سواريش حسب ما سمعنا منه نطق اسمه يعني. فكام لقطة كانت كويسة جدا، مع حتى اللحظة اللي حصل فيها يعني او كان هيحصل فيها التغيير ما بين طبعا محمد شريف وحسام حسن، والبقاء على محمد شريف شويه، واللعب على الشق النفسي اللي اعتقد كانت وراه رساله مهمه جدا، والبدايه كده مبشره ان هذا المدرب ايضا بيهتم بالعامل المعنوي جدا للعيبه. دي نقطه على فكره في غايه الاهميه، لان احنا الفتره اللي فاتت هو يعلم هذا الكلام، وهو اتكلم عن النقاط دي تحديدا، قال لك اللعيبه كانت خارجه من خساره وكانت خارجه مضغوطه، ومدير فني اتغير رحل ومدير فني جه، فطبيعي جدا يكون هم نفسيا غير يعني اسوياء او في مشاكل في الشق ده. فهو فكره ان هو يبدا من اول مباراه كريم، وكمان يبقى همه قوي هذا الامر، اعتقد دي بدايه مبشره جدا. سواريش عنده او تحدث في العديد من النقاط الهامه، هو فكره كمان ان هو قال لك المدرب اللي ما بيتعاملش مع ضغط يا كريم ده ما يبقاش مدرب. طبعا. دي نقطه مهمه طبعا. جدا لان طبعا. احنا عارفين قد ايه في ضغوطات، وهو تحدث عن الشق كمان الخاص بجماهير النادي الاهلي، يعني الشق الخاص بجماهير النادي الاهلي، فكره ان هم مش عايزين ابدا يخسروا مباراه او يخسروا بطوله او يخسروا اي حاجه او يخسروا شوطه، هو ده او هي دي طبيعه جماهير النادي الاهلي. فشيء محترم جدا 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 ان احنا نبقى داخلين ومطمنين ان المدرب الفني بتاعنا الجديد ملم بكل التفاصيل الدقيقة عننا، سواء فريق سواء إدارة سواء جماهير. مهم قوي كمان ان هم او هو جاي وفاهم طبيعة جماهير النادي الأهلي التي لا تقبل بالخسارة. فنقاط كتيرة هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن البداية الجديدة مع الجهاز الفني أكيد بقيادة سواريش زي ما كنا بنتكلم، وفكرة كمان باقي جهازه المعاون الموجود كمان فيه طبعا، وإحنا كلنا كنا سعداء بهذا القرار، كابتن سامي قنصان وكمان كابتن سيد عبد الحفيظ. فأول مباراة امبارح كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم تحت هذا الجهاز الجديد أمام باتروجيت، وكمان في قبل أو قبل نهائي كاس مصر. ف بداية موفقة جدا، أعتقد حققنا فوزين هايلين. فكرة عودة محمد مجدي قفشة مرة تانية، نقول له نقدر نقول له هنا الحمد لله على السلامة يا قفشة، فعلا لاعب كان متميز جدا، ولكن للأسف يمكن الفترة اللي فاتت تأثر هو ومن معه، يعني مش بس قفشة اللي تأثر ببعض العوامل الكتيرة جدا، لكن بنقدر ان احنا نقول او بيأكدوا لنا اللعيبة بتوعنا كريم ان انت ممكن ان انت تقف شوية أو تتعثر شوية، بس بتعود مرة تانية ربما كمان أفضل من الأول لما الأمور بتنصلح. فأنا امبارح لو هتقولي تقييمك على الماتش، أنا طبعا شايفة بداية كويسة جدا، إن شاء الله بقى قدامنا لسه شوط كبير قوي، فأما نشوف. هو احنا طبعا بناخد بس إيه يعني الاستهلالات ودلالاتها لأن أكيد لسه عندنا وقت كافي إن احنا نقيم المدير الفني الجديد، وإن كان طبعا واضح مبدئيا من تصريحاته على الأقل، لو وقفنا بس عن تصريحاته هنلاقيها إن هي إلى حد بعيد
تصريحات متوازنه، وفعلا التفصيله بتاعت الشق النفسي واضح انه بيعرف يتعامل بيها ازاي، وواضح كمان من فيديوهات انتشرت ليه قبل حتى ما نشوفه في لقاء الامس ان هو عنده حميه كده وعنده كاريزما معينه. واضح ان التفصيله بتاعت المعنويات بتفرق معاه كتير، واكيد هتفرق معانا طبعا، دي نقطه في منتهى الاهميه. عايزين نقول برضو بما اننا يعني قطعنا مشوار الحمد لله طويل في الوصول لنهائي البطوله، ومع تحديات شهر يوليو القويه سواء في الدوري او في الكاس، اعتقد ان مستر سواريتش اكيد هيكون ليه يعني استعدادات خاصه جدا للمباراه دي، واكيد تم اطلاعه على اهميه ماتش الديربي طبعا في مصر بين القطبين الاهلي والزمالك، واكيد هو عارف كويس جدا ان جماهير النادي الاهلي اكيد اتقالت له، يعني جماهير ذات طبيعه خاصه جدا وبتعتبر دايما ان المباراه دي لقاء الديربي ده ماتش لوحده، ملوش اي علاقه باي حاجه وخارج اي حسابات، بغض النظر كان دوري كان كاس بطوله ثالثه. المهم هو اكيد عارف كويس جدا ان جماهير النادي الاهلي بالنسبه لها لقاء الديربي هو لقاء شديد الخصوصيه، عشان كده واضح انه دخل في الاجواء بسرعه بشكل ملحوظ، يعني من اول يوم دخل فيه قلعه الجزيره. على كل الاحوال خلينا نقول ان سواريتش يعني صرح بانه سعيد بتولي مهام تدريب الفريق في ظل جماهيره الغفيره اللي بتعشق النادي واللي بترتبط بيه بشكل كبير جدا، قال انه عنده انطباعات ايجابيه عن جماهير النادي الاهلي وعن دورها الكبير في تحقيق البطولات المختلفه، وصرح بانه بيتمنى ان يلعب الفريق مبارياته القادمه امام اعداد غفيره من هذه الجماهير. الحقيقه واضح جدا انه بيشتغل زي ما قلت لكم على الجانب الحماسي بشكل كبير، واتمنى ان الموضوع ده ان شاء الله يؤتي ثماره مع الفريق في القريب العاجل باذن الله. بص في نقطه برضو عايزه اتكلم فيها بصراحه مهمه، هو قصه هنا ان واحنا قلنا الكلام ده على فكره قبل ما يتم حتى طرح هذا الاسم للوسط الاعلامي او حتى من الجانب البرتغالي، احنا كنا بنتكلم ان احنا عايزين يعني او احنا بندور على شخصيه مدرب برضو قويه في الاول وفي الاخر او لها تاثيرها، ومش عايزين مع طرح الاسماء ان يكون في اي تقييمات مبكره، يعني فكره ان انا اول ما اطرح اي اسم ويبتدي يبقى التعليقات طب هو السي في بتاعه ايه، طب هو عمل لنا ايه، طب هو بيعمل ايه، في حاجات او في اسماء على فكره كتيره جدا ارتبطت بنوادي والسي في بتاعها اكثر من رائع، وده مش بس في مصر، انا بتكلم في العالم كله وممكن اقول من الاسم 10، ولكن مع قوه هذا السي في ما بيبقاش على الارض هذه القوه ابدا ولا النتائج المرجوه. فالقصه مش بس السي في، القصه شغل بيتم، خطط بتتحط، اداء، بداية تبقى كده زي ما احنا شايفين بصراحة لما أنا جاية وعندي الجهاز كامل معايا، وكمان الحديث عن دور الأخصائي الفسيولوجي والجهاز المتبع أو المطبع بجي بي أس والحاجات دي كلها، لا أنت بتتكلم في تقييم أو بتعيد تقييم مرة تانية منظومة، فده اللي احنا كنا بندور عليه على فكرة. فأنا متفائلة ومن الناس المتفائلة، ناس كتيرة جدا اتكلمت عن النقاط دي يا كريم، لأن أنت بتتكلم أن أنا جاي بقى ببني من البيز بتاعي، أنا مش جاي بس إيه بكمل، أنا ببني كمان من الأول وببني صح، فهو ده اللي احنا كنا عايزينه، احنا عايزين حد يطور الكرة، مش بس يكمل، مش بس يفوز لنا، عايزين تطوير في الكرة، ده مهم جدا. خلينا نتابع جزء من تصريحات سواريش، كنت هقول موسيماني لسه هناخد وقت على فكرة، هناخد وقت شوية، تصريحات سواريش لأن هي كانت مهمة جدا ونرجع نكمل. Antes mais boa noite a todos. Sim, foi importante esta vitória. Principalmente para dedicar aos nossos adeptos, porque tivemos um jogo há pouco e não ganhámos, e os jogadores queriam muito vencer para dedicar aos nossos fantásticos adeptos. طبعا قبل اي شيء المدرب بيقول مساء الخير للجميع، وبنهدي الفوز النهارده لجماهير النادي الاهلي، لان اخر مباراه يمكن كان النادي الاهلي ما حققش الفوز، فعشان كده النهارده الجماهير اللاعبين كان هدفهم ان هم يرضوا الجماهير بالفوز، وعشان كده المدرب بيقول قدرنا نأدي في المباراه من اجل الفوز ونهدي الفوز لجماهير النادي الاهلي. podemos esquecer que quer o anterior treinador e o nosso colaborador, o nosso treinador adjunto, o Sami, tiveram um papel fundamental para chegarmos aqui, não podem ser esquecidos. قبل اي شيء طبعا المدرب بيقول يعني احنا عشان نوصل للمباراه دي كان في دور كبير للمدرب اللي كان قبلينا، وكذلك المساعد كابتن سامي قمصان برضو كان ليه دور ان احنا نوصل للمباراه اللي احنا لعبناها النهارده، ما ينفعش ننسى الادوار دي. Sabíamos que era um jogo difícil contra uma equipa de escalão inferior. عارفين ان هي مباراه الى حد ما صعبه لانها قصاد فريق من درجه اقل مننا. Mas que tenha preocupação de jogar bom futebol, é uma equipa com qualidade.
e só com um grande respeito por eles é que, poderíamos evitar surpresas. وكان هدفنا النهارده ان احنا نقدم مباراه جيده يكون فيها كره قدم جيده مع احترام كبير للخصم عشان نقدر نتجنب منه اي مفاجات تحصل اثناء المباراه. Tivemos muito respeito por eles porque sabíamos que eles tinham qualidade. Os jogadores, os meus jogadores foram fantásticos, como eu disse, num contexto difícil. زي ما قلنا طبعا ان احنا احترمنا كويس جدا الخصم، عارفين ان هي المباراه هتكون صعبه، والحمد لله مع احترامنا قدرنا ان احنا نقدم مباراه رائعه، وقدرنا منها ان احنا نفوز في المباراه ونعبر المرحله. Nós sabíamos que hoje, eu sabia que não iríamos fazer um grande jogo. Aliás, até acho que fizemos melhor do que aquilo que eu estava à espera. المدرب طبعا كان على علم ان النهارده مش هتكون المباراه بشكل جيد جدا، ولكن بيقول مع كل ده قدرنا ان احنا نقدم مباراه اكتر او افضل بكتير من ما توقعتها. A confiança não era a melhor, perdemos o último jogo. Entrou um treinador novo com ideias diferentes que requer algum tempo. Era importante passar confiança aos jogadores e eles fizeram um bom trabalho nesse aspecto. Foram muito comprometidos, fomos uma família dentro do campo e isso foi determinante para ganhar. طبعا المدرب بيقول انا بوصولي كمدرب جديد لسه بتعرف على المجموعه، ولكن كان هدفنا ان احنا نقدر ندي ثقه للاعبين، اللاعبين يكتسبوا الثقه ومنها نحسس اللاعبين ان احنا اسره مع بعض وان احنا كلنا بنسعى لنفس الهدف، وده هيكون بالنسبه لنا حاجه اساسيه جدا من ان احنا نقدر نادي الشغل بشكل افضل برضه وان احنا نوصل لحاجه افضل من كده. Muito obrigado. E foi importante esta vitória porque o Ali vai disputar novamente uma final. E é muito, muito importante para os jogadores, para o clube, vencer a final. O objetivo foi cumprido, que era o mais importante. Obrigado. طبعا بيشكرك وبيقول ان الحمد لله قدرنا النهارده نحقق هدفنا من ان احنا نفوز في المباراه نوصل منها لمباراه النهائي، ودي حاجه طبعا يستحقها النادي الاهلي ويستحقها اللاعبون بعد المباراه اللي قدمناها النهارده. طبعا ماتش امبارح حضرات كان مجرد فتح كلام استهلاله، يعني ما فيش داعي ان احنا نصدر اي احكام مسبقه غير لما الوقت الطبيعي والمنطقي يعدي، الوقت اللي بتحصل من خلاله عمليات التاقلم وتبان بقى التفاصيل، العلاقه اللي ما بينه كمدير فني وما بين اللعيبه وحجم الانسجام والتناغم، حتى قدراته امكانياته خصائصه وخواصه كمدير فني قادم من مدرسه كرويه، اعتقد ان هي ان شاء الله اكيد برضو هيبقى لها انعكاس طيب على اداء وعلى شكل الفريق الفتره الجايه باذن الرحمن. بالمناسبه برضه طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ هو كمان كان ليه مجموعه من التصريحات بعد انتهاء مباراه الامس، قال ان النادي الاهلي حقق فوز مهم جدا في المباراه على حساب بتروجيت ووصل الى هدفه وهو الوصول الى نهائي كاس مصر، وقال ان الفوز على بتروجيت خطوه مهمه جدا نحو الحصول على اللقب والتركيز في تحقيقه هو الاهم خلال الفتره المقبله. كمان اشار كابتن سيد عبد الحفيظ الى ان النادي الاهلي بيواجه ضغط مباريات محليه يعني متتالية في الفترة القادمة، ولكن كلها مباريات مهمة جدا ويجب أن نفوز في كل هذه المباريات بشكل عام، وقال أن تحقيق الفوز في كل مباراة هو هدف كل اللعيبة والجهاز الفني، وطبعا ده ما بيعمل من أجله الجميع خلال الفترة الحالية. على كل الأحوال تعالوا نروح ونتعرف مع حضراتكم على جانب من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل. المباراة الأولى لمستر ريكاردو وكان مهم جدا برضو في السيمي فاينال اللي أنت زي ما قلت بقى فيها ما يبقاش فيها مفاجآت وخدنا اللي احنا عايزينه منها إن شاء الله. بعد يومين هتبقى عندك مباراة تانية في فصل تاني في مع الجونة، احنا مسافرين بعد بكرة، تراحم اللقاءات وتواليها بيبقى بيمثل يعني مباريات مختلفة مسابقات مختلفة، فطريقة الفصل مهمة جدا يعني. إن شاء الله الرحمن برضو نكون عند في الميعاد يوم الثلاث ان شاء الله ونقدر نرجع بالجونه بالثلاث نقط ان شاء الله. الحمد لله طبعا يعني محمد بقى له فتره غايب وقدر ان حتى النهارده يجيب الجول الثاني، لكن مع الوقت كل شويه هينضم لك واحد النهارده بيرجع لك يعني محمد عبد المنعم، ايمن اشرف خد جزء النهارده، حسام حسن بياخد بشكل مستمر بقى له فتره، كمان حمدي فتحي الحمد لله رب العالمين نزل شويه في مباراه سموحه النهارده موجود وبادئ، صلاح موسم متوالي، بعد اسبوع ان شاء الله الرحمن هيكون معانا احمد عبد القادر وبعديه بيرستاو ان شاء الله. خلينا نقول بس الادوار كلها بقى يعني ربنا يكللها بالنجاح وناخد الثلاث بطولات اللي احنا داخلين فيهم، عندنا بطوله يوم 21 قبلها هيبقى عندنا مباراه مع الجونه يوم 5 وبعدين مع فيوتشر يوم 12 وبعدين مع بيراميدز يوم 16 ان شاء الله الرحمن. يعني
نبقى نجحنا لو ربنا كرمنا بثلاث بطولات ان شاء الله نكون موفقين فيهم باذن الله. يعني هو ده الخيار اللي عندنا وهو ده اللي احنا بنلعب عليه. يعني ايا كانت الصعوبات او ايا كانت المتاعب او ايا كانت تلاحم اللقاءات، عايزين شخصيه من حديد وعايزين فكر من حديد. في اوقات التوفيق هيبقى معاك وفي اوقات مش هيبقى معاك. اعتقد ان من احلى المباريات اللي عملناها هي مباراه سموحه كخلق فرص او ان انت تبقى موجود قدام الجول، لكن ربنا ما كانش رايد. يعني التوفيق هيبقى حليفك بالتاكيد لكل ما انت اشتغلت وكل ما انت اجتهدت. الشغل شغل شغل هو ده اللي انت تقدر تملكه. يعني ايا كان بقى، كان ربنا موفق النهارده فبتشتغل بكره، ربنا ما كانش موفق النهارده فبرضه بتشتغل بكره. يعني طبعا يعني التوفيق يا رب يكون حليفه باذن الله، لان ده عنصر مهم جدا في اللعبه. اثنين، هو الراجل مهتم بتفاصيل كتير جدا ودي حاجه كويسه، يعني حتى الحاجات اللي خارج الملعب بيهتم بيها ودي حاجه كويسه. لما هنجمعها ان شاء الله الرحمن هتاثر بالتاكيد. التزام، انضباط، يعني نوع من الجديه والتركيز، ودي حاجات مهمه جدا في عالم الكوره. يعني الله يبص، انا النهارده انت بتتكلم 2/7 لسه عندي 19 يوم وفي نفس الوقت عندي 3 مباريات قبليها. يعني خلينا ناخد الواحده واحده كده لحد ما نوصل ليوم 21، لان هي بطوله منفصله اساسا. يعني خلينا 3 مباريات، الجونه وفيوتشر وبيراميدز، وبعدين نروح للزمالك يوم 21 ان شاء الله. طيب الجزء ده خلينا يعني خلاص، يعني زي ما بيتقال كده ننحيه شويه علشان الفقره اكيد هنتكلم بشكل اكثر تفصيلا عنه، لكن خلينا ننتقل لموضوع اخر وهو البعثه المصريه في دوره العاب البحر المتوسط اللي حقيقي بتواصل التالق والانتصارات. وصلنا لحد امبارح كام بقى ميداليه؟ 34 ميداليه، بنتكلم عن 7 ذهب، 11 فضه، 17 برونز، فحاجه بجد محترمه جدا. ده اليوم الثامن على فكره، ده اليوم الثامن، فاحنا بنتكلم في 34 ميداليه في اليوم الثامن، يعني بجد حاجه محترمه. فسانت حميده بالمناسبه بطلتنا اللي حققت ذهبيه ال 100 متر برضو، يعني دي اول مره من سنتين بتنافس بقوه في العاب القوه في الجري تحديدا، فاحنا بجد لازم نكون فخورين جدا. وفسانت عندها النهارده كمان المنافسه في 200 متر باذن الله يكون برضو الذهب من نصيبنا. انا يعني من الناس اللي سعيده جدا جدا بالبعثه المصريه هناك وبابطالنا هناك. بنتكلم تاني عن 177 لاعب ولاعبه محققين لحد دلوقتي في اليوم الثامن 34 ميداليه في 19 رياضه مختلفه. لا بجد برافو. نروح للمهندس شريف العريان، طبعا امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه من الجزائر مباشره، عشان نقول له اولا مبروك. مبروك يا فندم، يعني العدد الكبير ده من الميداليات. مستنيين النهارده كمان عدد ان شاء الله في المنافسات اكبر، ومنهم المنافسه الخاصه بباسانت حميده على ذهب زي ما كنت بقول 200 متر. فخلينا نسمع من حضرتك في البدايه، وبعدين السؤال الثاني عايز اروح شويه لما هو قادم بقى واولمبياد باريس 2024. اتفضل يا فندم. اشكرك طبعا. مبروك لمصر كلها، نتائج متميزه، نتائج رائعه، نتائج متوقعه بس عارفه كده بالاول. الجامعه المصريه والاتحادات عامله توقعاتها بالظبط ليه اللي هيكون. احنا في الدوره الماضيه ترجونا كاسبانيا 2018 مصر حققت 45 ميداليه متنوعه، منها 18 ذهب، وخلصت في المركز الخامس في ترتيب الدول. المره دي الحمد لله احنا ماشيين في نفس، يعني تقريبا نفس عدد الميداليات، يزيد حاجه بسيطه يقل حاجه بسيطه، في نفس الاتجاه. ببعثه يمكن اقل عددا واكثر تميزا، انما المشكله المره دي في عدد ميداليات الذهب اقل وسوف يكون اقل من المره الماضيه، وده يمكن ياثر في ترتيبنا وننزل بدل الخامس ممكن يبقى خامس او سادس او سابع. برضو ده لا يقلل من ان النتائج مميزه جدا. عندنا ابطال زي ما حضرتك قلت بسام تحميده لاول مره بتفوز بال 100 متر وتحقق رقم اكثر من رائع، 11 ثانيه وجزء بوينت واحد يعني، ورقم ده لو هي حسنته حاجه بسيطه في السنه القادمه ده رقم يدخلها نهائي الاولمبياد، ودي حاجه طبعا يعني اكثر من رائعه لو تم. النهارده عندنا 200 متر هي مرشحه للفوز الحقيقه ان شاء الله في البطوله النهارده، نتمنى لها التوفيق. عندنا ماتشات في اليد، اليد مرشح الاول برضه يفوز ده في فرق كره اليد. عندنا لسه التايكوندو، عندنا لسه السلاح هيبدا، عندنا تكمله رفع الاثقال، والاوباش عندنا طبعا هم يعني نصيب الاسد للميداليات باذن الله. عندنا نعمه ان شاء الله مرشحه للميداليات ده باذن الله. يعني لسه في ميداليات قادمه كتير لا تقل عن يمكن 10 ميداليات في احد الاحوال، ولسه في على الاقل 3-4 ميداليات ذهب ما كانش اكثر يعني. فاحنا ان شاء الله نتائج مميزه، ان شاء الله نستقبلهم استقبال الابطال لما يوصلوا. لسه راجع على كذا دفعه يوم 3
لو النهارده ويوم خمسه ويوم السبعه ان شاء الله انما هدوا عليهم نتائج اكثر من رائعه. ان شاء الله مصر زي ما قلت تكون خامس او سادس في الترتيب العام على 26 دوله، ودي حاجه مميزه جدا. طيب احنا الخامس او السادس، وانا خليني اقول لحضرتك الرأي العام شايف ان ده حاجة مش وحشة، بس انا عندي سؤال وده راجع برضو للسؤال الاولاني اللي كنت بقوله لحضرتك. فكرة هنا ان انا عندي كوادر عظيمة جدا، وفكرة ان انا عندي كمان مش بس كوادر وبتاخد اكبر الامكانيات، لا هي كوادر وبتتلقى امكانيات هنقول يعني معتدلة، فقدروا من خلال هذه الامكانيات المعتدلة ان هم يجيبوا لي او ان شاء الله هيجيبوا لي خامس او يعني المستوى الخامس عالميا، احنا بنتكلم من الدول المشاركة. فدي نقطة اعتقد زي ما هي شوية ممكن تكون سلبية، بس هي نقطة إيجابية جدا. فمن هنا يا باشمهندس شريف أنا عايز أروح مع حضرتك، لو هناخد دي تجربة، هذه البطولة تجربة لباريس 2024، إزاي أنا ممكن أبدأ بقى أقول يعني الحمد لله من مركز خامس كويس لأقول لأ أنا عايز أنافس على الأول وعلى الثاني وعايز أخش باريس 2024 وعايز أجيب ميداليات ذهبية غير مسبوقة في أي مشاركة مصرية قبل كده؟ هل أنا أقدر أصلا أقول حاجة زي دي؟ طبعا مصر بلد كبيره مش بلد صغيره. مصر جابت 6 ميداليات في الاولمبيات الماضيه، ذهبيه وفضيه واربع برونزيات. باريس الهدف اللي يكون نجيب اكثر من كده ونبقى في تصاعد مستمر، ويكون مصر قادره على هذا الحقيقه. ما تنسوش ان في طوكيو 2020 ما كانش فيه لاوناش رفع الاثقال، كانت موقوفه لمده سنتين وبالتالي لم نشارك. صحيح الكاراتيه هيخرج او خرج من الاولمبيات بالفعل، فده كان فيه ميداليتين لفريال وجيانا فاروق، دول مش هيكونوا موجودين، انما الرفع الاثقال يعوضها والعاب اخرى كمان ماشيه بالطريق الصحيح تقدر انها تحقق ميداليات زي الباص زي السلاح زي الرمسيه زي الرمايه. الحقيقه يعني عندنا فرص كتير الحقيقه غير الناس اللي اوريدي بتحرز يعني. احنا الخامس او السادس من 26 دوله. في بعض الالعاب دول البحر الابيض المتوسط فعلا هم ابطال العالم، وفي بعض الالعاب لا الحقيقه. ده حاجه واقع احنا فيه. الاولمبياد 206 دوله، كل العالم بيشارك، فمنافسه مختلفه، منافسه اقوى واكبر. انما عندنا وقت، عندنا لسه سنتين كاملين لغايه الاولمبياد باذن الله، نقدر ان احنا نعد ابطالنا اعداد افضل. اللعيبه المميزه زي ما انت قلت عندهم فرص المنافسه لازم ياخدوا يعني تدريب مكثف جدا ويتعمل لهم كل حاجه مطلوبه زيهم زي اقرانهم من الدول الاخرى اللي هم بينافسوا على الميداليات. وساعتها الحقيقه هنقدر ان احنا ننافس، هنقدر ان احنا نعمل حاجه اكثر من رائعه. احنا دايما نتمنى عندنا كذا هدف، الهدف مش بس الميداليات، الهدف ان احنا طبعا نكسر عدد 6 اللي هو اكبر عدد لمصر في تاريخها في الادارات الاولمبيه، انما برضه نتاهل اكبر عدد من الالعاب، اكبر عدد من اللاعبين، لان هو ده المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. انا مش هطول على حضرتك باشمهندس شريف، بس كل اللي احنا اكيد كجماهير مصريه بنامله او كشعب مصري بنامله ان احنا ما يبقاش فيه بعد كده مشاركه عالميه او دوليه مصر بتشارك فيها وبعدين ما بتحصدش الجوائز او الميداليات المرجوه او المنتظره من قبل الجماهير علشان اي سبب كان، وبعدين نقول ما احنا هنحل. يعني اتمنى ان شاء الله قبل اولمبياد باريس 2024 اي مشكله، اي ثغره، اي اتحاد، اي بطل عندنا عنده اي مشكله في اي حته سواء ماديه معنويه whatever حاجه لوجيستيك تتحل من دلوقتي علشان احنا نقدر بعد كده لما نروح باريس 24 ما يبقاش في اي ازمه نقدر ان احنا نقول هنبقى نحلها بعد كده ان شاء الله في الاولمبيات اللي جايه. حضرتك النقطه بتاعتي واصله لك بس يا فندم؟ موافق بنسبه 100%. خلاص المشاكل اللي لازم تكون محلوله من الاول، لازم نكون موفرين لابطالنا واتحاداتنا والجمعيه المصريه كل الامكانيات عشان تحقيق الاهداف المطلوبه، انما ما ينفعش ان احنا ما نوفرش امكانيات وبعدين نقول ليه ما احرزناش. الحقيقه ده فكره خاطئه. الحقيقه التناغم دلوقتي مع وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه موجود بشكل كبير. يمكن مشاكل مصر اللي موجوده في الرياضه اغلبها مشاكل ماديه. أيوة. ماديه فقط لا غير. ولو توفرت الماده لابطالنا اللي فعلا بيهتم نفسه وهيقدر يحقق نتائج رائعه، ما فيش اي حاجه هتوقفنا ان شاء الله. ان شاء الله الدول باذن الله. بإذن الله. بشكرك جدا أنا وكريم على هذه المكالمة باشمهندس شريف العريان، شكرا ليك جدا. أنت عارف أنا عندي والله كده حاجة جت في دماغي، يعني ليه ما يبقاش في مثلا سبونسرز قبل الأولمبياد مثلا، يعني بعد ما نخلص الأولمبياد مثلا اللي احنا خلصناها طوكيو نخش بقى على باريس، فالفترة اللي هي الثلاث سنين أو السنتين الأخرانيين قبل الأولمبياد يبتدوا الشركات يعملوا سبونسرنج لكل الأبطال اللي عندها بوتنشال إن هي تشارك بالأرقام يعني، فساعتها ممكن أنت
بتبقى بتساعد بشكل كبير جدا اي اتحاد عنده مشكله ماديه، اي ثغره موجوده، فاهم قصدي يا كريم؟ فدي هتساعد بشكل كبير ومباشر، يعني بشكل كبير ومباشر. المتوقع ان احنا نشوف النوع ده من الامور الفتره اللي جايه، وبالذات بالنسبه للرعاه، الرعاه اللي طبعا منطقي جدا هو حضراتكم عارفين ان كره القدم ومؤخرا بقى السكواش مش بيزاحم بس يعني ايه دخل برضو في دايره الضوء. هو يعني كره القدم بطبيعه الحال هي معشوقه يعني الجماهير في كل مكان في العالم، وبطبيعه الحال هي مسار اهتمام الكم الاكبر من الرعاه ان ما كانش كلهم. فاللي يعني اللي حصل مثلا في الدوره الاخيره دي، دوره الالعاب البحر المتوسط في وهران 2022، وحجم الانجازات اللي البعثه المصريه حققتها لغايه دلوقتي، انت لسه بتقولي ايه النهارده اليوم الثامن و34 ميداليه، اعتقد ان دي تكون بدايه كويسه جدا مطمئنه لما هو قادم. وبعدين كالعاده احنا دايما بنقول لما احنا عندنا ابطال وبطلات، بعض الرياضات اللي هم بيلعبوها تابعه لاتحادات تكاد تكون امكانياتهم الماديه بصفه خاصه شبه معدومه، ومع ذلك الناس دول عاملين شغل زي الفل. امال لو الناس دي راحت لها الرعايه الكافيه والدعايه الكافيه، ما انت تاخد البطل بقى كريم تعده طبعا قبل ما يروح يجيب الميداليه. يعني في تمام، بص، وده ما برده مش هنلوم فيه الناس اللي هم الرعاه، ان الراعي عايز بعد كده البطل يبقى موجود ويبتدي يرعاه، بس هي الثقافه دي مش موجوده قوي بره على فكره. يعني بره ممكن ان انت تتبنى مشروع بطل وتبتدي ترعاه لغايه لما يحقق البطولات، يعني احنا نبقى قطوه مسبقه. فلو عملنا ده من دلوقتي ما انتظرناش البطل يطلع لنا وبعد كده نعمل سبونسرز، يعني جيانا وفريال وغيره بعد الاولمبيات الاخيره بقى ليهم سبونسرز وده طبيعي جدا، بس لو انت بقى قبل ذلك بتتم او بتعمل الخطوه دي ممكن تساعد بشكل كبير جدا طبعا في زياده كمان الفرص لمصر في العاب مختلفه او من الميداليات المختلفه. بس نرجع ونقول برضو ان هوند اللي حصل لطيف جدا، ويوريك ان على الاقل الفتره اللي ما قبل هذه المسابقه واضح كده ان في طوبه ما اترمت في المايه الراكده نتج عنها الانجازات اللي انت عماله تتكلمي فيها من شويه. فكره ان 34 ميداليه متنوعه في 8 ايام دي الى حد ما كانتش بتحصل قبل كده كتير. احنا قعدنا عصور كامله يا هوند بنسمع جمل من عائله ايه المشاركه اللي عارفه اللي هو ايه، مشاركه مشرفه، حضور مشرف. طب وبعدين احنا دايما بنقول ان التشريف الحقيقي ما بيحصلش غير بتحقيق انجازات، وده اللي ابتدى يحصل في الدوره دي او يعني النسخه دي تحديدا من دوره الالعاب. يا رب اللي جاي كمان يكون عايزه اقول نقطه اخيره يا كريم سريعه جدا قبل ما نقفل هذا الملف، قصه باسنت حميده و انا معلش هو الموضوع شويه برضو سريع هقوله، بس في قصه ان الناس عماله برضو تعلق على حاجات مالهاش علاقه بالدنيا. طب يعني دي عادتنا ولا هنشتري؟ والله العظيم حاجه صعبه جدا يا جماعه، يعني وحديثي للفئه الصغيره دي يا جماعه، يعني بنتكلم باي منطق وبنتكلم ازاي وبنقول ايه اصلا وانت مالك وانت مالك، وكل واحد يخليه في حاله ويشجع ويقول كلمه حلوه ونخلص. مش معقول يعني حد دلوقتي بنتكلم بهذا المنطق والصوره منزلينها لها وعاملينها لها مش عارفه يعني بجد، يعني ده بجد بتتكلم عن مين؟ بجد على فكره دي لقطه جميله جدا، يعني مش معقول جداً. مش معقول ان احنا بنوصل لسه 20 احنا قلت 2024 2022 واحنا لسه بنتكلم بهذا المنطق. وبعدين تاني كله هيتخليه في نفسه، محدش قاضي على حد. البنت دي بنت تشرف، والبنت دي بنت نتمنى كلنا بناتنا تبقى زيها وتبقى بطله زيها، واولهم واخرهم لاي حد بيكتب اي كومنت سلبي على فكره، معلش يعني. بنت بلدي الاسكندرانيه واللي لقبت يعني امبارح بالتحديد لقبت بلقب السهم الاسكندراني في اشاره واضحه لفوزها المستحق طبعا في سباق ال 100 متر، ويا رب بنتمنى لها كل التوفيق في مسابقتها النهارده ان شاء الله ال 200 متر. بالمناسبه الجزء الاخير من كلامنا هوند، ونقدر نقول ان الحمد لله رب العالمين ابتدى يتحقق وبشكل ملحوظ الى حد كبير من خلال مشروع تبنته الدوله. تعالوا نروح لابطال مشروع الموهبه والبطل الاولمبي، ودي برضو تعتبر امل ما بعدها امل، لان احنا قعدنا سنين طويله جدا بنحلم بمجرد وجود شبهه حاجه زي كده. امبارح اقيم حفل تكريم بعد الانجازات اللي حققوها الحقيقه في البطولات العالميه المختلفه، والحقيقه المشروع ده في حد ذاته يعتبر نواه للمنتخبات الرياضيه المختلفه، بدايه من انتقاء الموهوبين في محافظات واقاليم مصر المختلفه، وتاني وثالث ورابع. عايزين ناكد على حضراتكم ان بلدنا مليانة مواهب مدفونة مستنين بس لينتشلهم وينفخ من عليهم التراب، ثم تأهلهم لمختلف البطولات. كمان الدولة ماشية الحقيقة بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أولمبيين للمنافسة في دورات الألعاب الأولمبية المقبلة. كفايانا بقى مشاركات أولمبية بنرجع بيها يعني إيه زي ما روحنا زي ما جينا. فيا رب إن شاء الله الوضع ده يتغير الفترة اللي جاية، وخلونا نشوف معاكم هذا التقرير نتعرف من خلاله على تفاصيل ما حدث. تابعوا معنا.
شباب يمارس رياضه في كل مجال، ان هو يكون عنده تحدي اخر، تحدي مقاومه جسمه، تحدي انه يعمل حاجات قد تبدو ان هي صعبه جدا، لكن في تحدي كمان للشباب ان هو يعمل اللي احنا بنشوفه. وبالتالي وزاره الشباب والرياضه ورا كل شيء في الشباب ممكن يقضي وقته الكبير في الرياضه. الرياضه كمان وسيله كبيره جدا مش بس للتنميه، كل مشاكلنا الاجتماعيه احنا كمان ادواتنا في الرياضه هنقدر نتغلب عليها. اكيد بتشغل وقتك مع الدراسه بشكل كويس جدا، اكيد بتروح النادي بتتمرن في المكان اللي انت حابب تتمرن فيه. احنا كمان مع الاستاذ اكمل والاستاذ بليغ صراحه اللي بيجروا معانا بشكل يعني بسرعه البرق في ان احنا نعمل اجهزه في الشوارع ونخلي فيه تحدي في الحدائق والمتنزهات بهذا الشكل. والبطولات بقت موجوده في كل مكان، يمكن انا تعمدت ان احنا نعمل في نادي النادي هنا لان عملنا في نادي النادي العاصمه الاداريه السلسله اللي موجوده، وبعد كده ان شاء الله نعمل في شيراتون. يمكن في حاله من الحزم شويه بنعملها علشان طبعا بنرحب بكل اعضاء النادي اللي بنعمل لهم ايفنتات. الحقيقه احنا مبسوطين النهارده انه عدد المشاركين النهارده بين ان الشغل اللي احنا عملناه بقالنا 4 سنين مع وزاره الشباب والرياضه انه بدأنا نشوف ثماره. عندنا عدد من المشتركين كتير جدا، عندنا ابطال كتير هتسافر روسيا تمثلنا في بطولة العالم. فالحقيقة شغل 4 سنين من الجهد الحمد لله ابتدى يحقق نتائجه. لو ما كانش لينا دور فعال جدا في هذه الرياضة عالميا، ما كانش الاتحاد الدولي طلع تصريح ان احنا نرقص الاتحاد الافريقي بحجم انه شاف الشباب المصري قد ايه مهتم وان احنا قادرين احنا نبقى فعالين في هذه الرياضة. طبعا كنت في المعسكر فالموضوع جالي ان في تكريم وكده، فطبعا انا جيت المعسكر يعني، بس طبعا كنت مبسوط عشان سيادة الوزير هو اللي كرمنا يعني بنفسه، وطبعا زي ما انت شفت يعني قدرنا، فطبعا فرحت جدا ان سيادة الوزير كان موجود النهارده. خلينا نروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل مع حضراتكم سلسله اخبارنا وموضوعاتنا المختلفه، ودلوقتي هنبتدي معاكم باخبار النادي الاهلي وفرق المختلفه وفروع المختلفه. هنروح دلوقتي على فرع النادي الاهلي بالجزيره حيث تتواجد الزميله العزيزه سالة حامد وتعرفنا على اخر المستجدات. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك يا نهواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وبالفعل حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني الجديد البرتغالي ريكاردو سواريش، واللي قدر امبارح ان هو يعني يقود بالفريق للفوز والتاهل للدور النهائي من بطوله كاس مصر بعد تفوق لاعبي النادي الاهلي على لاعبي بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء. سجل الهدفين محمد مجدي قفشه والمدافع محمد عبد المنعم، وكده النادي الاهلي خلاص يعني بشكل رسمي تاهل للدور النهائي من بطوله كاس مصر في نسختها الماضيه نسخه 2020 2021. اكيد ببارك لكل جمهور النادي الاهلي بعد تاهل فريقنا للدور النهائي من البطوله، ويمكن ان شاء الله يعني في الدور النهائي هيواجه النادي الاهلي نادي الزمالك في البطوله دي في نسختها الماضيه 2020 2021. يمكن خليني اقول لك يا كريم، وطبعا اقول لك انا هوند، انه كابتن او مستر سواريج بعد المباراه يعني قرر انه بدون راحه لاعبي النادي الاهلي وصلوا النهارده التدريبات بشكل طبيعي نظرا لضيق الوقت ما بين يعني كل مباراه ومباراه. يمكن مباراه بتروجيت كانت امبارح، والمباراه القادمه امام الجونه في بطوله الدوري هتكون يوم الثلاث القادم، فيقرر انه يعني الفريق يواصل التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش. النهارده ان شاء الله التجمع هيكون الساعه 4 والتدريب هيكون الساعه 5 عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه يوم الثلاث امام الجونه واللي هتقام في تمام الساعه 9 مساء على استاد خالد بشاره في الجونه في الجوله ال 24 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. يعني خليني اروح شويه واتكلم معاكم عن الالعاب الاخرى في النادي الاهلي.
يمكن امبارح يعني وصل الظهر امبارح لمقر النادي الاهلي بالجزيره راؤول جراسيا، واللي هيكون متواجد الفتره القادمه كالمسؤول عن تطوير قطاع الناشئين للعبه كره اليد بالنادي الاهلي. ويمكن امبارح يعني مستر راؤول جراسيا اجتمع كمان مع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في حضور الكابتن ياسر اللبيب رئيس جهاز لعبه كره اليد بالنادي الاهلي. ويعني الكل كان متواجد في الاجتماع، ومن خلال الاجتماع ده يعني كابتن ياسر لبيب يعني هنئ مستر راؤول جراسيا ويعني اتمنى له التوفيق في مهمته الصعبه الفتره القادمه. كمان يعني خلال الاجتماع يا كريم وينهاوند راؤول جراسيا شرح لكابتن خالد العودي وكابتن ياسر لبيب عن خطته الفتره المقبله، وهي تطوير قطاع الناشئين للعبه كره اليد سواء يعني من جميع الجوانب، سواء من الجوانب الفنيه او الجوانب البدنيه، بهدف الارتقاء بمستوى اللاعبين. كمان يعني قال لهم انه هدفه الاول والاخير هو انه يحصل زي طفره او يعني طفره في تطوير قطاع الناشئين الفتره المقبله، سواء تطوير الفرق او تطوير المواهب، لان ده بعد كده هيعود على الفرق الاولى يعني الفريق الاول لكره اليد رجال او سيدات، لانه هيمدهم بعد كده بعناصر شابه، عناصر مميزه يقدر يستفاد بيها الفريق الاول لكره اليد سيدات او رجال الفتره المقبله، او ان هو يجدد بيها الفريق ويبني فريق يعني قوي للمستقبل عشان يقدر ينافس على جميع البطولات الفتره القادمه. استكمالا لجميع اخبار يعني اخبارنا النهارده، يعني خليني اقول لك يا كريم، وطبعا اقول لك يا نهاوند، انه لجنه المراه بالنادي الاهلي يعني قالت ان هي ان شاء الله هتنظم زياره للمعرض، معرض صناعه بلدنا بالمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وإن شاء الله الزيارة دي هتكون يوم الثلاث القادم. الزيارة هتكون يعني لكل عضوات النادي الأهلي بين جميع فروع النادي الأهلي، سواء مقر النادي الأهلي بالجزيرة أو الشيخ زايد أو مدينة نصر، وده هيكون من خلال تسجيل أسمائهم وأرقام تليفوناتهم ورقم العضوية من خلال المكتب العلاقات العامة في جميع الفروع، بس يسجلوا أسمائهم وأرقام تليفوناتهم، وبعد كده يقدروا يتواصلوا مع لجنة المرأة عشان يكونوا متواجدين في الرحلة أو الزيارة دي لمعرض صناعة بلدنا. وهتكون يعني في أتوبيسات هتاخد كل أعضاء النادي الأهلي بشكل مجاني للمعرض ده، يعني الاتوبيسات هتتحرك من مقر النادي الاهلي بالجزيره الساعه 3 وفي مدينه نصر الساعه 3:30، وفرع الشيخ زايد هيكون الساعه 3 الا ربع، عشان يعني الكل يوصل في نفس الميعاد لمعرض صناعه بلدنا في التجمع الخامس. يمكن دي يا كريم ونهاوند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم واستعداداته ان شاء الله لبطوله الدوري، مباراه الجونه ان شاء الله في الجوله ال 24 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. أكيد أنا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو كلمنيك طبعا يا كريم، تفضل. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة سارة حامد على هذه التغطية المتميزة، ودلوقتي نروح بقى مع حضراتكم على الصحافة الرياضية. نورهان والصحافة الرياضية واليوم السابع تحديدا، طبعا هقول لك صباح الخير في البداية بس هاخدك واحدة واحدة. أول حاجة طبعا عايزة أطمن منك عن الحالة المرورية لو تطلعين عنها، سواء في بداية كلامك أو في نهاية كلامك، عشان برضو الناس لو عندها أي مشاوير دلوقتي تقدر تعرف مننا أو تطمن. الحاجة الثانية حالة الطقس، طبعا احنا عرضناه بس برضو كده الأجواء في الشارع مختلفة شوية، هل في يعني حر شديد ولا الموضوع بنتكلم في 35 ده معتدل. الحاجة الثالثة بقى اللي عايزة اتناقش معاكي فيها تحديدا، وانا عارفه ان ده اخر خبر معاكي بس مهم جدا، ان احنا من اليوم السابع والميركاتو اللي شاغل بال ناس دلوقتي كلها مع عشاق الكره او كره القدم العالميه كمان، نتكلم عن اخر اسواق او اخبار السوق الانتقالات الصيفيه في اوروبا، وفي كذا نجم كمان اكيد حابين نعرف منك يعني الوضع او المستقبل بيحمل ليه ايه، كان اخرهم اكيد محمد صلاح. خلينا نروح معاكي يا نورهان، اتفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما قلت يا نهاوند، احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع، اطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. يمكن طبعا لو بنتكلم عن الحالة المرورية، أنا يعني طبعا لأنه أنا بتحرك من بدري جدا، فيعني في الصباح الباكر كان الحالة المرورية جيدة على الطريق الدائري تحديدا، بعد طبعا حال التوسع والإصلاحات اللي احنا بنشوفها في الأشهر الماضية
السعوديه. كمان خلينا نقول انه درجه الحراره برضو الى حد كبير يعني معتدله بالنسبه للاجواء الصيفيه حتى الان، لكن طبعا من المتوقع انه الجو يحرر اكتر في الساعات المقبله. وخلينا نروح بقى لاخبارنا، واول خبر معانا من موقع يلا كوره وسواريش عاشر من يفوز، ماذا فعل مدربه الاهلي الاجانب في ضربه البدايه؟ التقرير ده يمكن يلا كوره ذكر فيه 10 مدربين للنادي الاهلي في القرن يعني القرن الجاري، قال انه سواريش هو المدرب العاشر اللي حقق الفوز في ضربه البدايه مع الفريق، ويمكن ذكر بالعدد السنين المدربين اللي حققوا الفوز، وكان طبعا في بدايتهم هانز ديسكي عام 2001 فاز على الترسانة بست اهداف دون رد، كمان البرتغالي الساحر مانويل جوزيه في ولايته الاولى من 2001 طبعا ل 2002 فاز على بيترو اتلتيكو بثلاث اهداف مقابل هدف في دوري ابطال افريقيا. كمان خلينا نقول لكم ان توني اوليفيرا البرتغالي في عام 2003 فاز على الزمالك بثلاث اهداف مقابل هدف في كاس السوبر طبعا المصري. الاسباني خوان كارلوس جاريدو في 2004 وطبعا اللي تولى قياده الفريق في عام 2004 زي ما قلنا لكم فاز على الرجاء المطروحي بهدف دون رد في مسابقه الدوري. البرتغالي جوزيه بيسيرو في عام 2015 فاز على طلائع الجيش بهدف دون رد. كمان الهولندي مارتن يول في 2016 فاز على بتروجيت بهدفين في مسابقه الدوري. اما بقى الفرنسي باتريس كارتيرون في عام 2018 فاز على تاونشيب في دوري ابطال افريقيا بثلاث اهداف دون رد في ضربه البدايه. السويسري ريني فايلر في عام 2019 فاز على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في دوري ابطال افريقيا. واخيرا الجنوب افريقي بيتسو موسيماني في عام 2020 فاز على المقاولون العرب في ضربه البدايه له بهدف دون رد في مسابقه الدوري العام. تاني خبر معانا بقى، والسؤال الشاغل اللي بيشغل يعني يمكن ناس كتير في الشارع الرياضي المصري ومدرب منتخب مصر، من يكون في الجول؟ يعني في تصريحات خاصه او تصريحات من مصادر مطلعه من داخل اتحاد الكره استطلعنا راي دي فرانشيسكو لتدريب منتخب مصر. ذكر يعني مصدر مطلع من داخل اتحاد الكره المصري في الجول عن حدوث اتصال بين الاتحاد المصري والايطالي دي فرانشيسكو مدرب روما الاسبق لتولي تدريب منتخب مصر، ويمكن المصدر اكد انه في الايام المقبله اقترب الاعلان عن المدير الفني، وان هم بيعملوا على قدم وساق لطبعا تحقيق الاستقرار لمنتخب مصر الاول. يمكن خبر اللي معانا بعد كده لنجمنا محمود حسن تريزيجيه من موقع الشروق، ويمكن طبعا في اهتمام كبير من محبي الرياضه والكره المصريه بشكل عام للمحترفين المصريين، مش بس طبعا نجمنا المصري محمد صلاح، ايضا محترفين يعني اخرين وعلى راسهم طبعا نجمنا ونجم النادي الاهلي السابق محمود حسن تريزيجيه. والشروق يمكن ذكرت في تقريرها انه بعض الارقام عن اللاعب قبل انتقاله رسميا الى نادي طرابزون التركي، ويعني يمكن قالت انه اللاعب بات على مقربه ساعات قليله وتفصلنا عن الاعلان الرسمي لانضمام اللاعب لنادي طرابزون التركي. وكمان خلينا نقول ان الصحفي فابريزيو رومان ده يمكن من الصحفيين اللي الصحافة بشكل عام سواء كانت العربية أو الأجنبية بتهتم بكل التغريدات اللي بيكتبها عبر حسابه الشخصي في تويتر، لأنه خبير لسوء الانتقالات يعني للاعبين والميركاتو بشكل عام. قال أنه تريزيجيه سيغادر أستون فيلا بشكل رسمي، والليلة سيحضر إلى طرابزون لإجراء الفحص الطبي وإعلان التعاقد. كمان يمكن تقرير الشروق ذكر عدة أرقام لنجمنا محمود حسن تريزيجيه، وقال التقرير أنه لعب مع باشاك شهير على سبيل الإعارة الموسم الفائت وظهر فيه 13 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين. كمان تريزيجيه كان خاض تجربة مع فريق قاسم باشا التركي خلال عام 2017 قبل أن يرحل لنادي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في الصيف 2019 مقابل 10 مليون يورو. الخبر الاخير بقى معانا يا هواندو اللي انت اتكلمتي عنه، والميركاتو واهتمام يعني جمهور الكره بشكل عام، مين رايح فين واللعيبه وسوق الانتقالات وبورصه الانتقالات، ومن اليوم السابع يعني يمكن يعني عاملين تقرير مفصل عن ابرز واهم الميركاتو يعني اخبار الميركاتو الصيفي الحاليه، يعني يمكن على راسهم طبعا اعلان نادي انتر ميلان الايطالي بشكل رسمي التعاقد مع الارميني
هنريك ميختاريان في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، وسيتقاضى 4.5 مليون يورو في الموسم. اما طبعا نادي مانشستر يونايتد، ويمكن كان في علامات استفهام كبيره جدا على نادي مانشستر يونايتد انه الفريق الوحيد اللي ما ذكرش اسمه كتير في سوق الانتقالات، ولكن في الساعات الاخيره مانشستر يونايتد عاد وبقوه واقترب من التعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونغ لاعب نادي برشلونه في الصيف، وايضا اعلن بشكل رسمي رحيل حارس مرمى طبعا دين هندرسون في الميركاتو الصيفي الحالي بعد الاتفاق مع طبعا نادي نوتنغهام فورست العائد للدوري الممتاز مره اخرى ومنافساته في الموسم المقبل. كمان خلينا نقول لكم انه تقرير اليوم السابع ذكر عن صحيفة سبورت الإسبانية اقتراب ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي من التوقيع لنادي برشلونة الإسباني خلال ساعات. وزي ما قلنا لكم في طبعا الخبر اللي قبله أنه محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي السابق والمحترف في صفوف الدوري التركي الحالي أنه هو اقترب طبعا للانضمام لنادي ترابزون التركي لمدة 4 أعوام مقابل الحصول على 2,200,000 يورو، بينما يحصل نادي أستون فيلا على 4 ملايين يورو. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. استني بس استني. انت رايحة فين؟ استني عندي سؤال. الخبر الخاص ب الخبر الخاص بكريستيانو ورونالدو وما أثير حول أنه هو عايز يرحل عن مانشستر يونايتد وفكرة أنه هو عايز يروح لتحديدا أو عنده رغبة للانضمام لنادي روما الإيطالي، هل الكلام ده يعني حقيقي أم برضو إشاعات؟ فيما تدور دايما الإشاعات حول أو فترة بتاعة الميركاتو، وسمعنا برضو أن رونالدو لا ده هيروح برشلونة، وسمعنا حاجات كتيرة. خلينا نعرف منك لو عندك معلومة يا نورهان. طيب كريستيانو رونالدو المعلومات الأخيرة عنه أنه يرغب بشدة في الرحيل عن مانشستر يونايتد على الرغم من أنه يعني مؤمن بقدرات المدير الفني الجديد، ولكن هو شايف أنه ما قدمش اللي كان بيتمناه مع الفريق، وشايف كمان أنه هو مش هيقدم في الفترة اللي جاية مع الفريق ما يتمناه. كان يعني تناولت بعض الصحف الأجنبية خبر اهتمام باريس سان جيرمان بانضمام اللاعب، ولكن يمكن لو احنا بنتكلم عن رومانو واحنا واثقين في رومانو وتغريدات رومانو، قال انه باريس سان جيرمان خارج المنافسه على انضمام كريستيانو رونالدو. اما برشلونه فيعني الحقيقه دي يعني اعتقد صعبه جدا انه نجم بحجم كريستيانو رونالدو يخسر جماهير ريال مدريد وينتقل الى برشلونه. جدا شكرك جدا على هذه التغطية الرائعة كمان فيما تختص بالميركاتو. شكرا لك جدا يا نورهان. وانت عارف موسم الميركاتو دايما بقى فيه كلام كتير جدا، حتى محمد صلاح الفترة اللي فاتت الكام يوم اللي فاتوا قبل اعلان طبعا تجديده مع نادي ليفربول كان الناس كلها بتقول لك ايه خد المعلومة برضو واحنا كان معانا يعني بعض الضيوف اللي قال لك لا صلاح مش هيكمل في ليفربول، صلاح ممكن يروح برشلونة، صلاح ممكن يروح بي اس جي. الكلام ده انتشر بشكل كبير جدا، لكن كان في ناس بتميل، وانا وكريم يمكن احنا الاثنين قلنا لا احنا مع فكرة ان صلاح ربما بنسبة كبيرة يجدد مع ليفربول. يعني كلام اتقال. دلوقتي كريستيانو رونالدو في كلام كتير جدا برضو حول هو هيروح فين، واتس نيكست زي ما بيتقال، وبرضو بي اس جي او باريس سان جيرمان طرح كاسم. لكن انا لو هنعلق سريعا على كريستيانو رونالدو، انا حزينة شوية لان هذا اللاعب انا من الناس اللي بتحبه جدا، يعني بحب كريستيانو جدا وبحب ابراهيموفيتش جدا، الشخصيتين دول بحبهم جدا في عالم كره القدم عامه. فكريستيانو عارف لما انت تبقى طول عمرك شغال على نفسك عشان تعمل اسم كبير، وبعدين مش هقول في نهايه مسيرتك قوي بس يعني في الفتره الاخيره ليك في تخبط، يعني فكره اصلا انضمامك من الاول مره ثانيه والعوده لمانشستر يونايتد ربما في البدايه كان الناس بتشوفها خطوه سليمه، وربما كان كريستيانو اكيد شايفها خطوه سليمه، لكن هي من وجهة نظري او انا هتبنى هذا الراي ان ما كانتش ابدا الخطوه الامثل في تاريخ كريستيانو رونالدو. فدلوقتي فكره انه يرحل بعد فتره قصيره من العوده ليه مره ثانيه ورغبته في انهاء مسيرته الكرويه مع يعني نتكلم نادي ثاني تماما ودوري ثاني تماما، فمش احلى حاجه يعني انا بشوفها كده. انا واحد من الناس كل ما بتيجي قدامي سيره رونالدو وميسي بفتكر على طول المثل بتاع من خرج من داره، ينطبق عليهم بنسبه 100% لا الى حد كبير. ده انت نفسك لسه بتقولي ايه؟ بتقولي صعبان عليكي انه حاصل معاه اللي حاصل معاه. اختيارات الانديه طبعا غلط واحدة. ساعات
ساعات بيبقى في ظواهر كده للعيبه بعينهم، هم بيشكلوا ظاهره في المكان ده بالتحديد. قدراتهم وامكانياتهم بيروحوا بيها اي مكان تاني، لكن تالقهم يعني ما اعرفش ما بيتحققش يمكن غير مع الفريق الاصلي اللي هو كان سر من اسرار نجاحهم المدوي. طبعا رونالدو في الفتره الاخيره كان يعني صرح اكثر من مره ان هو عنده رغبه عارمه في الرحيل عن النادي، وان كان لم يصرح برغبته في الرحيل الى نادي بعينه، وان كانت طبعا معظم التكهنات ماشيه حوالين او ماشيه في سكه فريق روما او نادي روما بصفه خاصه. المهم ان الكلام ده الحمد لله رب العالمين ما حصلش بقى مع ابننا ونجمنا اللي مشرفنا ومصيطنا في المحافل الدوليه، نجمنا محمد صلاح اللي بيستمتع حاليا باجازته الصيفيه في اليونان بعد ما اعلن توقيعه بشكل رسمي على عقد تجديده مع الريدز حتى عام 2025. عقده الحالي المفترض انه كان هينتهي في يونيو 2023، وكانت مفاوضات التجديد بين الطرفين معقده الى حد كبير لغايه لما اعلن صلاح عن هذا التجديد. وطبعا ده كان حديث وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي طوال اليومين اللي فاتوا. تعالوا نشوف كمان الصحف الانجليزيه تحديدا قالت ايه عن محمد صلاح وعن مساله تجديده، وهنستعرض يعني جانب كده منها. صحيفه ديلي ستار البريطانيه قالت في منشات صلاح المدلل: 3 سنوات اضافيه لمو، ليفربول يحتفظ بورقته الرابحه بعد توقيع عقد ضخم مقابل 350 الف جنيه استرليني اسبوعيا. ديلي تيليجراف قالت صلاح يوقع على عقد جديد قياسي ب 55 مليون جنيه استرليني. ديلي اكسبريس قالت صلاح يوقع على اتفاق مالي ضخم. ميرور قالت يا له من اجر الملك المصري يوقع على اضخم اتفاق في تاريخ ليفربول ويعلن انا باقي للفوز بالمزيد من الالقاب. طبعا خطوه مهمه جدا اللي خدها محمد صلاح. كتير جدا من الناس سعيده ان محمد صلاح ما حصلش معاه اللي احنا بنتكلم عليه انا هوند فيما يتعلق بيه رونالدو وميسي، بقائه في ليفربول مطلوب. على فكره حتى على يعني على اصعده مختلفه بعيدا بقى عن ارضيه الملعب، من ضمن الحسنات الكتيره قوي اللي ليها علاقه ببقاء محمد صلاح في ليفربول كان وقت من الاوقات مش فاكر كان من شهر او حاجه، بيقول لك ان محمد صلاح من اول ما انضم لليفربول معدل جرائم الكراهيه في المدينه دي نزل بنسبه حاجه 20%. ده يوريك ايه ده، اي درجه محمد صلاح فعلا مؤثر. فحاجه عظيمه جدا، كل التوفيق ليه بقى ان شاء الله في السنين اللي جايه في ليفربول. انا اتوقع ان شاء الله مزيد من النجاح ليه، لان البطل بيفضل بطل. يعني ربما بيكون الوصول صعب زي ما احنا كلنا عارفين، لكن الحفاظ بالنسبه لصلاح سهل، بالنسبه للباقي ممكن يبقى صعب، بس ربنا يوفقه ان شاء الله. هنروح فاصل لان الفقره الاولى الاخباريه كده انتهت، هنروح فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا العزيز وملفات كثيره ولا تنتهي خاصه بالاهلي وفيما هو قادم كمان، وسواريش والجهاز الفني والثغرات وتطوير الكره المصريه وغيره، والاسم المطروح كمان لمنتخب مصر ان شاء الله. خلينا نروح بس فاصل ونرجع نكمل. فوزنا زي ما حضراتكم امبارح شفتوا على بتروجيت في نصف نهائي كاس مصر، وده يعني اول فوز تحت قياده سواريش. قول بقى هو ليه دور ملوش دور؟ لا اكيد ليه دور، طالما كان موجود ليه دور، جاي امبارح، جاي اول امبارح، جه على المباراه على طول، برضو اكيد كان ليه دور كبير. هنتكلم كتير جدا على الماتش، وهنتكلم عن تحديات المرحله اللي جايه مع الجهاز الفني الجديد، وهنتكلم كمان عن منتخب مصر واحنا ليه مش لاقيين حد يدربنا، برضو سؤال مطروح في الشارع المصري، يعني عايزين نفهم. خلينا نرحب بكابتن محمود صالح نجم الاهلي السابق ونتكلم في كل ده. بونجور جدا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. صباح الفل يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، منورنا كالعاده. وهستاذنك تعالى نبتدي بسواريش ورؤيتك لاستخدام هذا المدرب والمدير الفني الجديد، ورؤيتك كده من خلال متابعتك لرياكشناته وتصريحاته. يعني في ناس لقت ان تصريحاته متزنه الى حد كبير، حضرتك تتفق معاهم ولا ليك راي ثاني؟ لا متفق طبعا. هو طبعا الفترات الانتقاليه دايما بيبقى فيها بعض المشاكل، انما الحمد لله الامور ماشيه كويس، قدرنا نوصل فاينل الكاس ونحقق الهدف من المباراه. مستر ريكاردو سواريش احنا عارفين طبعا اللي كان يعني متداخل مع المسؤولين في النادي الاهلي، ومستر مانويل جوزيه، واكيد كلنا ثقه فيه طبعا، والاستعانه بيه في التوقيت ده اعتقد برضو يعني كان قرار صائب تماما، يعني لان مهما كان برضو ما بتيجي انت تدور على ورق وسي في بتاع مدرب بعتقد ما بيبقاش كافي، برضو شخصيته رؤيته الانطباعات العامه عليه طبعا. محتاجه برضو حد قريب منه يقدر يدينا كل المعلومات بشكل امين وشكل جيد. واعتقد الشخصيه الانسب من نفس الجنسيه ونفس البلد مستر مانويل جوزيه، اعتقد كان يعني اختيار موفق طبعا ان احنا نستعين بيه.
هو في المؤتمر الصحفي اتكلم في عده نقاط برضو، وقدم طبعا الجهاز المعاون ليه بشكل تفصيلي كامل مفصل فعلا بالظبط، واتكلم برضو ان هو شاهد 4 مباريات للنادي الاهلي برضو، ياخد انطباع طبعا يعني عن الفريق. مهم جدا الواحد ما يجيش على حاجه مجهوله بقدر الامكان، كل ما بيحصل على معلومات اكتر اعتقد ده بيبقى شكله بتبقى يعني اسلوب جيد يعني. وما فيش شك طبعا ان احنا نكرر دور مستر مانويل جوزيه في هذه الامور. اتكلم بعد كده برضو على احنا قلنا على شاف 4 مباريات، واتكلم على الجهاز المعاون بشكل كامل، واتكلم برضه على طموحه يعني والخطوات الجايه، وان هو عارف النادي الاهلي. طب ده هو ده كلامه، وانا عايز اعرف بس انطباع حضرتك مبدئيا عن اختياره هو شخصيا، رايك ايه، تقييمك ايه؟ انا عارف طبعا ان لسه بدري قوي، بس في ساعات بيبقى في كده انطباعات مبدئيه زي ما حصل على فكره مع موسيماني، من اول لحظه حط رجله فيها في النادي الاهلي كان في انطباعات ما متاخده عنه، معظمها ايجابي بطبيعه الحال، فهل نفس الامر بيتكرر هنا؟ هو في امور كانت تبدو انها بسيطه بس هي بتدي مؤشرات كويسه برضه. هو العامل الاساسي الاول تدخل مستر مانويل جوزيه في الاختيار، اعتقد ده اهم حاجه في النقطه ديت، لان هو النادي الاهلي طبعا قيد علاقاته كويسه جدا بالمسؤولين في النادي الاهلي، واعتقد هيكون مهتم ان يجيب لنا مدرب على مستوى فني عالي ومستوى مدرب عنده طموح وقادر عن ان هو يستمر بمسيره الناجحه بتاعت النادي الاهلي في الفترات السابقه دي. ف يعني اعتقد التفاصيل الصغيره ديت او النقاط اللي قد تبدو انها بسيطه بس اكيد هي فيها معاني كويسه وفيها يعني اطمئنان وفيها ثقه ان المدرب ده ان شاء الله هيكون له دور كويس جدا في النادي الاهلي. هي ايه النقاط البسيطه؟ اللي هو قالها اللي هو وصلها لنا مستر مانويل جوزيه انه يعني هو عن شخصيته. تمام بس قراءه حضرتك لسواريش نفسه لا احنا شخصيا ما فيش حاجه وصلت بشكل يعني ليه بنسال السؤال ده؟ لان كنا بنقول حتى في بدايه الحلقه البعض بيروح او بيميل في فكره الاختيار للسي في، والواقع عكس كده، لان في مديرين فنيين كتير جدا، انا بتكلم في الكره العالميه كمان مش محليا، بيبقى عندهم سي في رائع ولا اروع كمان، لكن على الارض لا يحققوا المرجو اصلا من استقدامهم في الاول وفي الاخر. فسواريش ربما البعض انتقدوا اول ما تم الاعلان عن اسمه او طرح اسمه، فقال لك طب والسي في بتاعه ما هوش احسن حاجه، قصه كلها سي في ولا قصه كلها شخصيه المدرب وفكره والاستراتيجيه والتكنولوجي اللي بيستخدمه و الى اخره. كابتن محمود انت بتشوفها ازاي؟ كل المعلومات دي اللي حضرتك قلتيها في الاخر هو اكيد نقلها يعني مستر مانويل جوزيه. هو طبعا انا مع حضرتك يعني هو السي في مش مقياس للمدرب، بس احنا برضو نرجع للنقطه المهمه يمكن انا كررتها كتير معلش انا اسف، موضوع تدخل مانويل جوزيه اكيد ده هو دي النقطة اللي بتدي ثقة. هو رشح برضو يا كابتن محمود، هو رشح الاسم، هو ما يعني ما عملش أكتر من كده، هو رشح اسم سواريش يعني. بس على أساس يعني هو طيب. برضو مش هيرشح بشكل ماشي عشوائي. كويس بس إنما إحنا مش هنقدر بقدر الإمكان زي ما أنت ممكن يكون السي في خادع برضو، ممكن يكون مدرب سي في بتاعه متوسط وده سي في بتاعه عالي، إنما برضو لازم ندرس الظروف بتاعت النادي الأهلي وطبيعة النادي الأهلي والأجواء اللي هيشتغل فيها، كل النقط ديت اكيد برضه زي ما هو ادانا معلومات جيده ومعلومات واضحه على المدير الفني مفيش شك هو برضه نقل له صوره حقيقيه وصوره واقعيه عن النادي الاهلي وطموحاته وعن جماهيره كمان نقطه مهمه، لان هو حتى تحدث في المؤتمر الصحفي عن النقطه دي تحديدا، قال انا جاي وعلى علم كويس قوي بطبيعه جماهير النادي الاهلي ان هم لا يقبلوا الخساره وبيتاثروا جدا باللعبه حتى الوحشه، فدي تمام. نقطه مهمه ان هو كمان يكون موجود ويبقى حاططها في الحسبان، فكره كمان الضغط الكبير جدا اللي بيتعرض ليه اللعيبه والفرقه عندنا كمان تحدث عنها، وفكره ان المدرب ما يقدرش، المدرب اللي مش هيلعب تحت ضغط ده ما يبقاش مدرب اصلا، يعني قال كذا نقطه فعلا تحسب ليه بشكل كبير. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع كابتن محمود. اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن محمود صالح نجم من نجوم الدفاع في النادي الاهلي وكره القدم المصريه في اوقات سابقه. يمكن الكلام خدنا يعني لغايه دلوقتي اكتر عن سواريش، وده الى حد كبير طبيعي، الراجل لسه جاي جديد وطبعا كلنا عايزين نستشف كده ايه هو هيكون اي نوع من المدربين، ولكن عشان برضو الوقت ما يسرقناش خلينا برضو نفتح مع حضرتك ملف تاني كانت نود برضو اتكلمت فيه من شويه وقالتها لك في صيغه ايه احنا مش لاقيين حد يدربنا ليه كمنتخب. ايه اللي حاصل بقى على الصعيد ده كابتن محمود؟ اعتقد برضو التجربه بتاعت الكابتن ايهاب جلال
يعني بتفاصيلها يعني في الفترة الصغيرة اللي تمت فيها، برضو خلت اللي فيه قلق شوية في المسؤولين في اتحاد الكورة، وعايزين الاختيارات تكون يعني صائبة وتكون ناجحة يعني بإذن الله. فدي يمكن عاملة شوية تردد شوية في الاختيار، وأعتقد ده وضع طبيعي يعني بعد التجربة ديت بتفاصيلها، محتاجين يبقى في تركيز كويس والاختيارات تتم بشكل كويس. ومنتخب مصر طبعا عنده مسؤوليات كبيره الفتره اللي جايه، فطبيعه تبقى فيه تأني شويه، ولازم يبقى فيه صبر ودراسه جيده ويعني تتم بشكل كويس عشان في النهايه الاختيار يكون موفق ان شاء الله. من وجهه نظرك يا كابتن محمود، يعني مين اللي ممكن يتوفر فيه محليا وعالميا الصفات اللي حضرتك دلوقتي بتتكلم ان احنا لازم ولازم ولازم، لو طرحنا اسماء؟ اسماء لا صعبه يعني. لا مش صعب. لا لا اقول لحضرتك حاجه، طب بلاش محليا عشان الاحراج، عالميا. لا لو جبنا مدرب اجنبي، مين اللي بيتوفر فيه من وجهه نظر كابتن محمود الصفات اللي حضرتك اتكلمت فيها دي دلوقتي؟ هو من البدايه استمرار مستر كروش اعتقد كان لازم يتم بشكل كويس، لان هو عمل نقله كبيره قوي في مستوى المنتخب الحقيقه، ودخل عناصر جديده صغيره في السن، بس ما حققش اي حاجه مرجوه من اللي جه، عشان بس هو كان قريب يعني. اعتقد مستوى الاداء في المنتخب في الفتره بتاعته، اعتقد عن لو جينا قارناه بالفتره السابقه اعتقد المستوى المنتخب عالي بشكل كويس. انت وصلت لمرحله نهائي بطوله افريقيا للضربات الجزاء والتاهيل لكاس العالم برضه، بس اللعيبه خرجت من تجربه المنتخب منهكين نفسيا، ومش بتكلم عن لعيبه الاهلي على فكره، معظم اللعيبه يعني ما كانش له هذا التاثير الايجابي اللي سواء ما اتكلمش بس فنيا على العموم او في العموم يعني. ده انا بنقل لحضرتك وجهات النظر. انا ممكن اكون ما حققتش الهدف اللي انا حاطه، بس في نفس الوقت ما حصلش ان اللعيبه ما فقدتش الثقه في نفسها، واللعيبه ادت بشكل كويس، النتائج كويسه بشكل كبير. هو حصل حول لغط وجدل اكتر من الانجازات اللي احنا كنا مستنيينها. خلينا نقولها بالصيغه، انما الصح كان يستمر الحقيقه كان يستمر يعني. هو اللي حققه ده برضو النقله في فتره قريبه وفتره صغيره في المستوى، وفي تعتبر نتائج كويسه، انما ما وصلناش للهدف النهائي. انما للاسف احنا برضو احنا وقعنا مثلا في الماتش الفيصل بتاع الوصول لكاس العالم، وقعنا مع في مواجهه مع السنغال اقوى فرقه في افريقيا. احنا الفترات السابقه دي لو كنا مهتمين بالاجنده الدوليه وبنلعب ماتشات دوليه احنا كنا السادس، احنا لو دخلنا خامس كنا هناخد. هو في حاجات كتير قوي لو رجعنا بصينا بص على اللي فات لازم نراعيها في اللي جاي. احنا للاسف يا كابتن النقطه دي مهمه. انا يصعب عليا ان انا اقطعك، بس غصب عني والله النقطه المهمه، لان احنا خلاص يعني الوقت يعني. عايز تقول حاجه في ثواني يا كابتن؟ ثواني. اتفضل يا فندم. النقطه يعني النقطه ديت بتاعت المباراه الفيصل او الفيصل بورنيا او الفيصليه سنغال، احنا لو كنا في الاجنده الدوليه لعبنا بعض المباريات الوديه كان ترتيبنا ممكن بدل السادس يخش في الخامس، دي كانت هتتيح لنا ان احنا ناخد من المستوى الثاني بتاع افريقيا. طيب. ممكن الكونغو ممكن غانا، اعتقد كانت الفرصه تكون اسهل. على كل حال الحديث بقيه ان شاء الله، وتنورنا مره ثانيه كابتن محمود، نشكرك جدا انا وكريم، وانا بشكر حضراتكم. الفقره اللي جايه هيكون كريم وهتنورنا فيها او هتنوروا فيها بقى دكتور دينا ابو السعود، وملف جديد من الملفات الهامه للصحه. فاصل ونرجع نكمل. اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. احنا في الفقره دي منورانا دكتوره دينا ابو السعود عشان نتكلم معاها في موضوع يهمنا كلنا، الفيتامينات واهميه الفيتامينات لجسم كل واحد فينا. صباح الفل يا دكتور دينا، وسعداء كالعاده بوجودك معانا. الله ربنا يخليك، وانا كمان مبسوطه قوي معاكم. ربنا يخليكي، بتنورينا وتشرفينا والاهم كمان بتفيدينا بمعلوماتك الوفيره. واحنا النهارده عايزين نتكلم معاكي عن الفيتامينات واهميتها بالنسبه للجسم واهميتها لكل واحد فينا. في مواضيع معينه ممكن تلاقيها ايه تخص فئه من الناس، تنطبق على فئه من الناس، لكن موضوع الفيتامينز اعتقد انه مهم لكل الناس. الفيتامينات والمعادن مهمه لكل الناس بلا استثناء، مهمه في سن الشباب مش بس في السن الكبير، اكيد ليها اهميه اكبر بكتير في السن الكبير. طب. ليها اهميه اكبر في الستات ما فوق الأربعين، لكن هي مهمه جدا لصيانه الجسم ولتعزيز الصحه. طيب الفيتامينات والمعادن بتعمل ايه للجسم؟ أيوة. بتقوي المناعه جدا، ده رقم واحد، سواء ستات او رجاله بتقوي لهم المناعه جدا، واحنا محتاجين
طول الوقت تبقى مناعتنا قوية عشان نقدر نهاجم أي فيروس بيدخل علينا أو أي بكتيريا الإنفكشن أو حتى طبعا أحيانا خلايا سرطانية. رقم اتنين بيعمل على عدم أكسدة الجسم. احنا طول الوقت جسمنا بيتأكسد من أشعة الشمس، من الأكل المش صحي، من السكريات، من التدخين، فطول الوقت لازم أعمل حاجة اسمها أنتي أوكسيدنت. ده الفيتامينات والمعادن بتعملها. مهم جدا الفيتامينات والمعادن لعملية التمثيل الغذائي، التمثيل الغذائي وسرعة الميتابوليزم وسرعة الحرق، كل ده محتاج فيتامين بي كومبلكس. مهم جدا بالنسبة للستات الفيتامينات والمعادن كمان لجمال بشرتها ولصحة شعرها وعدم تساقط الشعر ما دام ما عنديش مرض يؤدي إلى تساقط شعر. هي دي أهمية الفيتامينات. عشان كده بقول إن الفيتامين ده بنزين الجسم. ما أقدرش أنزل وأروح وأجي وأعزز طاقتي وأعزز مناعتي غير وأنا واخدة فيتامينات سواء من الأكل الصحي أو من المكملات الغذائية. طيب إمتى الواحد يحس إن هو عنده مشكلة أو دروب ما في مسألة الفيتامينز وبالتالي يقرر إنه يروح يعمل اختبار ما أو تحليل ما عشان يشوف هو عنده نقص في إيه؟ هل في شواهد معينه اعراض معينه بتدل على ده؟ طبعا في اعراض نقص فيتامينز، الارق والتوتر، عدم طاقه، طول الوقت كسلانه ما دام الكسل مش 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 نتيجه مرض في الكبد او الكلى بس. أيوة. طول الوقت كسلانه او الغده الدرقيه، بتعب بسرعه، يعني بخش في دور برد بعديها بشهرين الاقي نفسي داخله في دور برد، عدم التعافي، دور البرد بياخد معايا فتره طويله، الوش الشاحب نتيجة نقص حديد وفيتامينات، الشعر اللي بيقع نتيجة نقص البيوتين والزنك. فعندي عوامل كتيرة تبين أن أنا عندي نقص فيتامينز. وبقول أن أنا لما بتكلم على الفيتامينات والمعادن، بالنسبة للفيتامينات والمعادن الووتر سوليبل أو القابلة للذوبان في الماء، مش محتاجة أستنى الأعراض. زي ألب مالتي فيت. ألب مالتي فيت من أقوى المكملات الغذائية، المالتي فيتامينز، لأنه أول حاجة مرخص من هيئة سلامة الغذاء، تاني حاجة دخله 13 عنصر وفيتامين مهمين للمناعة، مهمين للطاقة، مهمين للأنتي أوكسيدنت ضد الأكسدة، مهمين لجمال الشعر والبشرة والضوافر. كل ده بينطبق على كبسولة أو قرص واحد بس في اليوم من ألب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشة. طبعا ألب مالتي فيت هنا الشاشة بتبين لي كل الفيتامينات والمعادن اللي موجودة داخل ألب مالتي فيت. هبدأ بالزنك. الزنك ليه أهمية كبرى. أولا ألب مالتي فيت ليه مميزات مش موجودة في أي مكمل غذائي آخر. زي أن الزنك أعلى تركيز. Almost 24 ميلي جرام. الزنك مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم، مهم للمناعة، مهم للخصوبة عند الرجال، مهم للشعر جدا. يعني لما يجي الشعر يقع يبقى نتيجة نقص زنك، لازم نفكر في الزنك مع البيوتين. عندي كمان فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا للمناعة ولإعادة امتصاص الحديد ولتعزيز الكولاجين في الجسم. فيتامين اي اللي داخل ألب مالتي فيت مهم جدا كضد أكسدة. مهم ان انا طول الوقت قلت ان جسمي بيتاكسد لازم اديله انتي اوكسيدنت. ده بينطبق عليه الب مالتي فيت اللي هو فيتامين اي اللي داخله. عندي المميزات دي كلها في الب مالتي فيت. قلت الاعلى تركيز في الزنك وقلت قوي المناعه. في ميزه مهمه قوي في المكمل الغذائي اي ال بي مالتي فيت، انه غني بمجموعه فيتامين ب الكامله، يعني بيحتوي على فوليك اسيد. الفوليك اسيد للطاقه وللتمثيل الغذائي وللستات الحوامل. بيحتوي على النياسين والثيامين والرايبوفلافين، كل عائله فيتامين ب موجوده داخل ألب مالتي فيت. واللي بيميز ألب مالتي فيت انه مدعم الزنك ومعاه النحاس. ما ينفعش ادي زنك بتركيز كبير ويبقى عندي نقص في النحاس، لان هما الاثنين بيشغلوا بعض في الاخر. طيب. واكيد النحاس مهم لانه انتي ايجينج، مضاد للشيخوخه. حلو. يعني فكره انه من ضمن اللي حضرتك قلتي من شويه، قلتي من ضمن الاعراض او المؤشرات اللي بتقول ان الواحد ممكن يبقى عنده نقص في الفيتامينز فكره ان هو مش بيتعافى بسرعه. دي بتبقى مرجعيتها فيتامينز ولا ممكن تكون برضو فيها اشاره لان هو عنده خلل ما في المناعه نفسها؟ ما بيتعافاش بسرعه يبقى عنده نقص في المناعه، يبقى عنده نقص ممكن في كرات الدم البيضاء الانتي بوديز، ممكن يبقى عنده مشكله في الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي لو انا عندي فيه مشكله اوتوماتيك اعرف ان انا عندي نقص في المناعه. لو عندي قيء مستمر، لو حاسه بعمليه الهضم، لو عندي عسر هضم، عندي اسهال مستمر، لان في حاجه اسمها الميكروبيون.
دي البكتيريا النافعة اللي موجودة في الأمعاء. أوكي. لازم تبقى موجودة متوازنة عشان البكتيريا النافعة دي مفيدة جدا لينا، من غيرها لو حصل خلل فيها هيحصل لي خلل في امتصاص الفيتامينات والمعادن. أوكي. اصلا ويحصل خلل في المناعه. طيب رجوعا بقى للفيتامينز، عايزين برضو نوضح للناس عشان ما يختلطش عليهم الامر، احنا في النهايه بنتكلم على داعم او مكمل غذائي مظبوط، مش علاج. طبعا لا لا، الفرق رهيب والفرق معروف دلوقتي جدا، ان الدواء هو اللي بيعالج اي مرض. يعني الفيتامينات هي لا تتعارض مع اي دواء، ولا اي حد من اصحاب الامراض المزمنه يقدر ياخد الادويه بتاعته دي رقم واحد ويدعم صحته بالفيتامين، لكن الفيتامين ما بيعالجش اي مرض، كلنا خلاص عرفنا القصه دي. مهم قوي ان الناس يبقى عندها وعي انه ما يسيبوش الادويه بتاعتهم عشان يلجأوا الفيتامين. هو قرص مكمل غذائي ما فيهوش المواد الفعاله اللي تعالج لي مرض السكر، تعالج لي امراض القلب، تعالج لي الاورام السرطانيه، ما عنديش. هو ألب مالتي فيت داعم للمناعة وللطاقة وللتركيز وللنشاط والصحة النفسية بشكل ما. تمام. أصغر سن وأكبر سن ممكن يعني ياخدوا المكمل الغذائي ده؟ من ابتداء من 13 سنة أو ما يبتدي يبلع، ما فيش مشكلة، بياخدوا سواء بنت أو ولد لغايه اخر العمر، يعني لغايه السن الكبير. السن الكبير ونفس الجرعه مش كل مرحله سنيه ليها جرعه مختلفه. لا نفس الجرعه. وعايزه اقول برضو للساده المشاهدين ان الصوره اللي موجوده على الشاشه دلوقتي دي للصيادله فقط، يعني ممكن عملاء بينزلوا صيدليه من الصيدلات مش لسه ما وفرناش فيه، فاحنا نزلنا الكود بتاع الشركه المتحده للصيادله. ايه الشركه المتحده للصيادله؟ دي شركه من اكبر شركات التوزيع الادويه والمكملات الغذائيه في الشرق الاوسط وفي مصر. الكود بتاع الصيادله بتاع المنتج، فده مهم جدا لو الصيدلي او الدكتوره الصيدليه او الصيدلي عايزين يوفروا ألب مالتي فيت داخل الصيدليه، احنا موفرين حتى الكود على الشاشه. جميل. طيب ندخل بقى على أسئلة أو البعض من أسئلة المشاهدين. عبير إمام بتقول إيه أسباب ظهور كدمات في الجسم وما بتكونش أو ما بتكونش موجعة، ما بيكونش فيها وجع لكن في كدمات واضحة في الجسم، تبقى نتيجتها إيه؟ ما دام ما عنديش مشكلة في السيولة وما عنديش مشكلة في نسبة السكر في الدم، ممكن يبقى نتيجة نقص فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا، يعمل كدمات. لأن كلمة كدمة دي مرتبطة بخبطة بالظبط. بس نقص فيتامين سي كمان بيعمل، يعني هتلاقي التئام الجروح مش بسرعة. هتلاقي التئام الجروح مش بسرعة، مع اني ما عنديش سكر يعمل لي سيولة. فبيبقى وقتها نتيجة نقص فيتامين سي وزنك، فبيعلي لي بالنسبة بتاعتهم التئام الجروح. بالظبط. طيب ليان احمد بتقول بحس ان في وخز في صوابعي من وقت للتاني واطرافي بتنمل باستمرار، ده سببه ايه؟ ممكن يكون من احد الاسباب الرئيسيه نقص فيتامين ب الكامله. الفوليك اسيد مهم جدا لتدعيم الاعصاب، النياسين، الثيامين، الكوبالامين، فلازم تاخد ألب مالتي فيت. وبقول ألب مالتي فيت لانه مكمل بعائله فيتامين ب كلها. فانا على طول بقول فيتامين ب ده اللانش او الاكل بتاع الاعصاب، فلازم تدعم اعصابها بفيتامين بي. فيتامين بي بيعلي التمثيل الغذائي وبيساعد جدا على تقويه الاعصاب حتى اعصاب العين. جميل. طيب لو حد عنده مرض مزمن ما، ضغط، سكر، قلب، ايا كان، هل لازم يتعامل مع ألب مالتي فيت بطريقه معينه ولا برضه بياخده بنفس الجرعه، ولا في مشكله في انه ياخده اصلا؟ كل اصحاب الامراض المزمنه اللي قلت عليها انا يعني برشح جدا مع الادويه ان احنا ناخد ألب مالتي فيت، لان مريض القلب او مريض الكوليسترول ألب مالتي فيت بيدعم جدا نسبه الكوليسترول في الدم، لانه بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره وتحولي الى كوليسترول نتيجه احتوائه على فيتامين اي. مريض السكر مهم جدا يدعم الاعصاب، كلنا عارفين ان مريض السكر بيبقى عنده شويه ضعف في الاعصاب، فلازم مع الانسولين او الادويه المتعرف عليها اللي الدكتور المختص بيكتبها له انه يدعم بألب مالتي فيت، لان ألب مالتي فيت فيه داخله فيتامين ب كامله. الجرعه بتاعتي هو قرص واحد بعد الفطار بساعه على كوبايه ميه كبيره. طبعا يا ريت الساده المشاهدين يصوروا شكل العلبه، لان ما عندناش بدائل، العلبه واضحه على الشاشه. ما عندناش بدائل لألب مالتي فيت،
طريقة الحصول على ألب مالتي فيت من الصيدليات، ده رقم واحد لأنه مرخص من هيئة سلامة الغذاء. رقم اثنين، احنا عندنا أرقام ظاهرة على الشاشة بنوصل لكل محافظات مصر بلا استثناء. رقم ثلاثة، عندنا صفحة اسمها بايو ناتشرال على الفيسبوك، نقدر نستفسر عن أي سؤال يخص ألب مالتي فيت. جميل. طيب نرجع بقى لمكونات ألب مالتي فيت والفيتامينز الكتيرة اللي موجودة في كل حباية أو كل كبسولة منهم. هل في فيتامين معين نقدر نقول إن هو الأهم على الإطلاق لجسم كل واحد فينا، ولا كلهم بنفس القدر من الأهمية؟ صعب نقول إن في فيتامين واحد الأهم. ما هو فيتامين ب مهم جدا، مهم للبقاء على الحياة عشان التمثيل الغذائي وعشان الكوبالامين اللي كده. عندك فيتامين سي وفيتامين اي مهمين جدا كضد أكسدة عشان نحمي جسمنا من الأكسدة. وطبعا الدراسات، يعني في دراسات أثبتت بين الأكسدة وانطلاق الخلايا الحرة والسرطان. لأن الخلايا الحرة بتخش على الدي ان اي بتاع الخلية ويحورها. الخلايا السرطانية هي خلايا جسم عادية وحصل لها حاجه اسمها ميوتيشن، تحوير. هي كانت خليه سليمه مش يعني كانسر، مش حاجه جت من بره، هي خليتي بس اتحورت فنتيجه الجذور الحره ونتيجه. فانا طول الوقت ما اقدرش اقول ايه الفيتامين المهم. فيتامين سي مهم، فيتامين اي مهم، فيتامين د مهم جدا، الاوميجا مهم جدا، فيتامين ب مهم، الزنك مهم، النحاس مهم. صعب ان انا اقول انا هاخد الفيتامين ده بس، لا. عشان كده عملنا في ألب مالتي فيت 13 فيتامين وعنصر الجسم لا ينتج هذه الفيتامينات، وانا محتاجاه يوميا. انا محتاجه من الفيتامينات لتدعيم الصحه يوميا. هل اكلي صحي كفايه؟ ما اعتقدش ان احنا بنقدر نعمل مونيتور للاكل الصحي. النهارده اكلي صحي، بكره نفسي هفتني على حاجات وما فيهاش اكل صحي. فانا بقرص واحد بلم، مش هقول ان كل الفيتامينات بلا استثناء، انا هلم معظم الفيتامينات زي فيتامين سي اللي احنا شايفينه على الشاشه، زي الزنك، زي اي، زي الكوبر، زي الفوليك اسيد والبيوتين. ازاي ما اتكلمتش على البيوتين واهميته لصحه الشعر والبشره؟ طبعا الثيامين والنياسين اللي هو فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6. فده يعني بيديني حمايه، بيديني حمايه لان انا اعرف ادعم مناعتي. يعني خلاص انا اخدت ده، يبقى انا عارفه ان انا مناعتي كويسه، عارفه ان انا باخد حاجات انتي اوكسيدنت، وعارفه ان انا بدعم بشرتي زي ما انا شايفه بفيتامين بي 7 او شعري بالبيوتين. طيب الاصح ايه؟ هل لو انا دلوقتي مثلا حسيت او شكيت ان انا عندي مشكله ما في الفيتامينز ورحت عملت تحليل، تمام، والتحليل بين ان انا عندي نقص في فيتامينز معينه، ولا مش هو التحليل بيقول لك انت عندك نقص طبعًا فيتامين طبعًا كذا بالتحديد، مش كده برضو طبعًا. الاصح في الحاله دي لما اكتشف ان انا عندي نقص في فيتامين معين او اتنين تلاته فيتامينز معينين، هل اخد كل واحد فيهم على حده؟ يعني اخد منتج فيه الفيتامين ده بس لوحده، ولا صح ان انا اتعامل مع المالتي فيتامينز برضو نفس في السؤال نفس ده يا كريم؟ انا احب جدا استشير الطبيب المختص بتاعي. يعني لو عندي مرض هشاشه عظمه، طبعا ألب مالتي فيت فيه كالسيوم، ممكن وقتها الدكتور يقول خد ألب مالتي فيت بس بياخد جرعات كالسيوم اعلى كتير لفتره معينه، كالسيوم مستقل لوحده مثلا لفتره معينه، وبعدين الدكتور يقول وقف الكالسيوم فورا لان الكالسيوم ما ينفعش يعلى في الدم. فانا وقتها احب جدا اسال اهل الذكر في الحاجات دي. فلو انا عندي نقص في حاجات كتير، هو اللي يقول لي الدوز ايه. فده مهم. يعني هو الدوز اللي مصرح بيها هو قرص واحد بس، ما نكترش. عايزين نكتر بنسال الطبيب المختص. طيب هل في ضرر ما ممكن ينتج عن ان الواحد بياخد يوميا انبوت ما من المالتي فيتامين؟ لو هتكلم على المنتج اللي انا بتكلم عنه اللي هو ألب مالتي فيت اطلاقا، فانا دلوقتي بتكلم على ألب مالتي فيت اطلاقا. ليه؟ لان الفيتامينات والمعادن اللي فيه زي ما انا قلت قبل الذوبان في الماء ملهاش تخزين في الخلايا. فالزياده منه لو حصل زياده هينزل عن طريق البول. الكلام ده ينطبق على ألب مالتي فيت بس؟ انا بتكلم على ولا ده قاسم مشترك ما بين كل الفيتامينات؟ لا، ليس قاسم مشترك. يعني في مالتي فيتامينز ثانيه من غير طبعا بنقول اسماء، ممكن كثره تناولها او تعاطيها يبقى مضر؟ لو عندي فيتامينات قابله للذوبان في الدهون وانا عملت تحليل ولقيت نسبته مش قليله واخدته بتراكيز عاليه وانا نسبتي حلوه في الدم بالنسبه للفيتامينات الثانيه القابله للذوبان في الدهون، مش في ألب مالتي فيت القابل للذوبان في الماء. لو لقيته نسبته كويسه او عاليه واخدت زياده، ده وقتها بيتخزن في الخلايا.
بس ده مش في الفيتامين بتاعي. الفيتامين التانية مهمة جدا، لو لقيت حتى نسبته بسيطة أخده بتراكيز قليلة، ما أخدوش بتراكيز عالية. أوكي. طيب إيه من الحاجات المغلوطة اللي عدت عليك فيما يتعلق بعلاقة الناس بالمالتي فيتامينز؟ يعني أكيد بتسمعي حاجات، أكيد بتتسألي في حاجات. هل عندك انطباع معين إن في معلومة معينة الناس متلخبطة فيها، المعلومة نفسها مغلوطة عندهم؟ طبعا كنت بسمع موضوع ان انا ايه، مش لازم اخد، انا بخاف من الأدوية، اخد مثلا فيتامينات هي مقويات، دي معلومة خاطئة جدا يعني ما ينفعش. ومثلا حد تاني يقول لك لا انا مثلا انا واحده سني صغير مش هاخد فيتامينات. انت محتاجه فيتامينات من سن 20 سنه، لانه بعد سن ال 25 الكولاجين بينقص تدريجيا، الكلام ده كله. بعض الحاجات المغلوطه، انا حاسه ان انا كويسه مش هنزل اعمل تحاليل. احيانا بيبقى فيه مشاكل موجوده ملهاش اعراض، فدي مهمه جدا. أوكي. ان احنا من وقت للاخر نعمل تحاليل نطمن. ده ينطبق على الفيتامينز ولا الفيتامينز من الامور اللي لو نقصت في الجسم لازم نشوف لها عرض؟ ما الفيتامينز بيبقى حاجة تراكمية، ما ببقاش حاسة وقتها، لكن لما بيحصل نقص شديد هحس بأعراض صعبة مش حلوة. يعني إزاي أنا مثلا مش عارفة أقوم السرير، مش عارفة أنزل أروح شغلي، مش عارفة أذاكر، الطلبة اللي عندهم امتحانات مش عارفين يركزوا في موادهم، كل الحاجات دي بتبقى من أحد الأسباب نقص شديد في الفيتامينات والمعادن. شعري طول الوقت بيقع، شعرك بيقع اطمني على نسبة الحديد، واطمني على نسبة البيوتين والزنك. احيانا زغلاله العين والبليرد فيجن بيبقى نتيجه نقص فيتامينات ومعادن، زي فيتامين اي مهم جدا لصحه العين، فيتامين بي مهم لاعصاب العين. فاحيانا زغلاله العين بتبقى نتيجه نقص فيتامينات ومعادن. حتى الفيتامينات ما هو مهمه لصحه العين، مهمه. اول مره اعرف التفصيله دي. طبعا متخيل اي مشكله في العين بتبقى مرجعيتها يا نظر يا سكر. يا نظر يا سكر. احيانا بيبقى نتيجه طبعا نقص فيتامين بي ونقص فيتامين اي، فالحاجات دي مهمه جدا جدا. يمكن كمان من الحاجات المغلوطه اللي سمعتها على موضوع ان زي ما انا قلت الاكثار قبل كده قلتها، طول الوقت محتاجين مش محتاجين نضرب مضاد حيوي، دي كارثه. لا ما ينفعش. يعني المضاد الحيوي لما الدكتور يشوف انت محتاج صبح وليل نضرب مسكنات طول الوقت عايشين عليها، انا محتاجاه. حتى الدكتور في الروشتة بيقول لك المسكنات عند اللزوم. أيوه. مش عمال على بطال. فالحاجات دي مهمه، ومهمه قوي قوي ان الناس والستات والرجاله يبقى عندهم وعي اهميه الفيتامينات والمعادن. دي حاجه مش اوبشن. يعني زمان يقول لك ايه ده البنت دي مهتمه بنفسها، دي بتاخد فيتامينات، هي مش مهتمه، هي لازم تاخد فيتامينات، لان الاكل مش كفايه. يعني انا محتاجه يوميا من فيتامين سي 1000 ملي جرام، هتركز بقى هتاخد سلطه قد ايه، هتاخد طماطم قد ايه، هتاخد ليمون قد ايه. الكالسيوم انا محتاجه يوميا 1000 ملي جرام كالسيوم، هل بناخد البان وجبن يوميا بطريقه كافيه؟ هو الاحتياج بيبقى واحد عند كل الناس؟ يعني انت محتاجه 1000 وانا محتاج 1000 وغيرنا محتاج، الرقم ده ثابت؟ الرقم ده ثابت للبالغين. الست الحامل بتحتاج اكتر، يعني البالغين مش يعني كبار السن. ثابت ما عدا الاستثناءات. الاستثناءات السيده الحامل بتحتاج 1200، كبار السن بيحتاجوا 1200، اللي زي وزيك بيحتاجوا 1000. مين اللي قال لك انا في شريحه كبار السن يا ست الكل؟ لا انا تبع الفئه بتاعه الحفريات، انا ينطبق عليا الجزء ده. بنتكلم في الـ يعني الميد 40s وكده بيحتاجوا ال جميل. احنا يعني اعتقد ان الموضوع ده كان يهم كتير جدا من حضراتكم، بنشكركم اكيد على حسن متابعتكم لينا، واكيد الشكر موصول ليك يا دينا على وجودك معانا كالعاده، نورتينا وافدتينا، شكرا جزيلا حبيبي لي. ربنا يخليك. ميرسي. اشوفكم على خير مشاهدينا في كل مكان، الى اللقاء.